يكتع. يلا يا اولاد يلا يلا. تفضل يا سيد، كل السندوتش بتاعك، تفضل انزل. يلا حاضر يلا. حاضر يا بابا. وانت يا احلام، بنت يا احلام، انت بتعمل ايه هنا؟ بسرح شعري يا بابا. سرح شعرك ده ايه ده؟ انت عيني. يلا يا اختي يلا يلا، جرس هيضرب. انت دلوقتي بتتفرج على ايه؟ وانت فرجه يا بابا. اخلص يا كلب، امشي في وشك. كلب امشي امشي. عايزه 30 قرش. 30 قرش في عينك ليه؟ عشان نزوق الفصل، عشان قبل المفتشه جايه النهارده، والأبلة قالت ما يصحش تشوف الفصل مش متزوج. وانا مالي ما يزوقوه على حسابه، ما يزوقوه على حساب انا ليه؟ انا مالي. يبقى يا بابا امشي مشاش في ركبك. صباح الخير يا سعد. ايه ده؟ لسه هنا؟ لسه هنا. ايه الساعه بقت كام دلوقتي؟ الساعه داخله على 8:30. ايه 8:30؟ راحت من المحاضره الاولى. مش كنت تصحيني؟ اصحيك ايه؟ انا فضيلك ولا فضيل اخواتك اللي قاعدين؟ يبقى صحي روحك. يلا يا بنت يا احلام يلا. بابا ما كنت عايز اقول لك. ما تقولش، ما تقربش مخي، انا مش فضيلك، عايز الحق شغلي. سي كمال، صباح الخير. صباح الخير يا نهار. لما يجي بتاع اللبن ابقى اجيب لكم لبن. ايه ده، كتر خير. هو انت كنت فين بالليل؟ نعم. اصل شايفك وانت خارج وارجع وش الفجر. في حاجه معينه يعني؟ لا ابدا، بس بطمن عليك. لا انا كنت بذاكر عند واحد صاحبي، انا اسف بس اتاخرت على الكليه. مع السلامه سي كمال. كمال اهلا خميس، ايه اللي جابك كليتنا؟ خير خير، واللي يعرفك يعرف الخير. ما نمتش لحظه واحده من امبارح. حصل ايه؟ سايب عندي شنطه افتحها الاقي فيها راجل ببيعني جزء من الجزء اللي احنا بنذاكر عليها. ما تخافش، الراجل مات وشبع موت. ما هو عشان مات وشبع موت لازم اترعب. افرض حد شم الريحه ولا ظبط الجزء، اقول انا ايه؟ اخد انا اعدام؟ وانت بتهمك حاجه يا راجل؟ ما انت قلبها بوظه. ده عمال تعملها ليه خميس؟ اهلا نوره. صباح الخير. ليه ما دخلتش الفرش؟ ما انا كنت لسه داخل. خميس صاحبي طارق فتوه. بقول لحضرتك ايه؟ ايه؟ الالماظ اللي في ايديك ده حر ولا فالصو؟ حر. وبعدين معاك خميس. يعني انت لفه حوالين صوابعك شقه اسكان فوق المتوسط؟ بقول ايه؟ ما يلا نلحق المحاضره. اه مش هتاخر. مستنيك تذاكر معاه بالليل. لا ما تستنيش، مش جاي. من حقك يا عم.